بص انا ما اعرفهاش شخصيا الحقيقه، وحتى مره كنا بنتعشى في مطعم واحد وعملت لها باي باي كده من بعيد. انا بحبها، انا بحب في اليسا انها واضحه قوي وحقيقيه. لما بتتعصب عادي، يعني بني ادمه طبيعيه، لانه الواحد ما بيقدرش يعمل كنترول على نفسه طول الوقت، والا هيبقى هو ممثل في حياته وبيمثل على الناس. وللاسف ان الناس بقت تحب اللي بيمثل عليها، بقت تحب اللي يخدعهم، ما بقتش تحب الناس الحقيقيه، ما بقتش تحب. بقى في فريم كده حطينا فيه الفنان، هو غلط على فكرة. انه عايزة اقول لكم بس انه الفنان ده بني ادم عادي جدا جدا، يعني اقل من العادي كمان. فالملاك ده لصورة الملاك اللي في ناس قعدت تصدرها كتير، والناس تخيلت انه اللي يعمل عكس كده يبقى مش ملاك. احب اقول لكم انه غلط، وانتم اتضحك عليكم، يعني مستحى خالص.